اسعد الله مساك بتول. أسامة، هل وضعتنا في صورة آخر التطورات في الغوطة؟ نعم بتول، تستمر قوات النظام باستهداف مناطق الغوطة الشرقية من مدن وبلدات بالمدفعية الثقيلة. لم نلحظ وجود للطيران الحربي منذ أيام في سماء الغوطة الشرقية، لكن القصف المدفعي يستهدف المناطق الحساسة كالأسواق الشعبية والأحياء السكنية. هناك شهداء يوميا في الغوطة الشرقية نتيجة هذه الاستهدافات المتكررة، وأغلبها يتركز على مدن عربين وحرستا وعين ترمى وحي جوبر الدمشقي. اليوم هناك شهيد في بلدة جسرين نتيجة سقوط قذيفة مدفعية على البلدة. تستمر الاشتباكات أيضا في إدارة المركبات العسكرية وعلى تخوم مدينة عربين المطلة على إدارة المركبات العسكرية. تحاول قوات النظام استعادة نقاطها في تلك المنطقة. ورد أنباء اليوم عن لم نستطع التأكد بعد من صحتها عن استهداف مخازن أسلحة لحزب الله اللبناني في قرب مطار أدمير العسكري، واستهداف أيضا برج المراقبة في مطار أدمير العسكري، ولكن لم يتسنى لنا حتى اللحظة التأكد. نحاول التواصل مع أشخاص ناشطين في مدينة أدمير للتأكد من صحة الخبر. الغارات الإسرائيلية متكررة في العاصمة دمشق، في محيط العاصمة دمشق، تستهدف أماكن حساسة لقوات النظام، وحقيقة هذه الاستهدافات يبدو أنها تطال القوات الإيرانية الموجودة، الإيرانية وقوات حزب الله الموجودة في محيط العاصمة دمشق. نعم بتول، أما الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية فالوضع الإنساني على حاله منذ الأربع سنوات حصار، نقص في الأدوية، نقص في المستلزمات الطبية، حالات سوء تغذية كبيرة جدا في الغوطة الشرقية أغلبها من الأطفال. تتحدث الأمم المتحدة عن إجلاء حوالي 500 مريض في الغوطة الشرقية، هم بحالة بحاجة ماسة للإجلاء الفوري إلى المشافي، مشافي العاصمة، لكن هذا الحديث لم يعني كله كلام حتى الآن، لا يوجد شيء تطبيق على الأرض، لم نرى أي وجود للمنظمات الدولية تحاول أن تخلي المرضى من هنا. هناك حالات سوء تغذية، حالات مصابة بأمراض السرطان، قصور كلوي، هناك العديد من الأشخاص يحتاجون إلى الإخلاء الفوري، وهم ليسوا كما ذكرت تقارير الأمم المتحدة بأنهم 500 شخص، لا بل أكثر بكثير، مصابو مرضى السرطان فقط 1200 مصاب، هؤلاء يحتاجون أيضا إلى إجلاء فوري. هناك مصابو القصور الكلوي، الأمراض المزمنة، كبار السن، هناك حالات تحتاج فعلا إلى إخلاء فوري من الغوطة الشرقية، والتي أصبحت اليوم عبارة عن سجن كبير. نعم نعم، مراسلنا أسامة العمري كنت معنا من الغوطة الشرقية، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل